FM. الكلمة ليك. ندور من دور من دور الفن انه يرتقي في المسرح هذا جمال مسرح تحكي مسرح جميل. موسيقى رسم تمثيل الفن راهو يلزم يساهم اي ما فماش راهو الاعلام سامحني جمال الاعلام اخبار خبر وترفيه اعلام وترفيه فما ترفيه في الاعلام راه النكته راهو على حاجه تنجم تتخلق النكته سامحني راهو من غير معناه من غير النجم بس ايش نخشوا نحن جمال سامحوني في الكلمه معناه واحد يعادي روحه يقوم الناس تضحك هاي ضحكة الناس جميل جميل ضحكة الناس أمام ضحكوا العباد هي ما ضحكوا على خاطر المستوى نتاع الجمهور التونسي تدا وراه جميل احنا قاعدين النيفو نتاع التوانسه امان ردوا بالكم رانا 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 الشيء اللي تشوف فيه انت علاش تشوف الجمهور في الملاعب يكسر ودرشنيه علاش تشوف معناها مظاهر التخلف الناس اللي تلوح في الوسخ في الشارع علاش تشوف معناها الناس ما عادش تحب تخدم علاش الحاله اللي وصل لها الانسان التونسي اخي باش يتربى الانسان التونسي بالقرايه بالفن بالثقافه بالتعليم والفن مساهم كبير ومش برشا برشا ومش حتى التلفزة التلفزة والمسرح والسينما والغناء والمسرح والرسم أخطر وكل من الفنون تدخلك كل الفنون معناها والرياضة زادة في حد ذاتها إذا كان أنا راه جوار يشلبق جوار بكف ولا بونيا ولا يضرب ما نعرفش أنا أربيتر سي نورمال اللي تحفيز على العنف وقتها ثم تحفيز على الحال ثم الكلمة ليك